وده في الموسكيز بتاعت الاكني فالكيرز هو الكورنر ستون زي التوبيكال مشابه بالانهيلد ستيرويد في الازمه كده او توبيكال ريتينويد. ده في المين في التوبيكال احنا عندنا حاجات كتير قوي في التوبيكال بنستعرض منها حاجات. توبيكال ريتينويد ده ما فيهوش هزار يعني ده انتي انفلاماتوري وانتي مايكروبيال وكوميدينوليتيك ايجنت فما فيهوش هزار يعني هو الكورنر ستون عندنا 4 جنريشن منه. نكست دكتور احمد زي ما قلنا حاجه كوميدينوليتيك انتي انفلاماتوري تمام فاسيليتيت البينتريشن بتاع الاذر توبيكال ثيرابي وريديوس البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن تمام. نكست دكتور احمد القصه ببساطه ان انت دايما في حاجه اسمها اريتيشن بتحصل مع توبيكال ريتينويد وده طبيعي وده حاجه كويسه ولو البيشنت قال لك عليها يقول له اطمن وباشور البيشنت وده مش كونتاكت ده اريتيشن حصل مع توبيكال ريتينويد تمام. احنا عندنا 4 جنريشن عندنا تريتينوين والادابالين والايزوتريتينوين والتازاروتين تمام. الادابالين والتازاروتين مور بوتنت انتي انفلاماتوري والتازاروتين مور بوتنت كوميدوليتيك وانتي انفلاماتوري عن الايزوتريتينوين والتريتينوين. التازاروتين ده كلاس اكس ما ينفعش نستخدمه تماما مع البريجننسي والباقيين بقى ما بين سي ودي. دايما الاستخدام بتاعه ابجريدنج استخدمه اللي هو الاول افري اذر داي بعد كده كل يوم الاول ربع ساعه تلت ساعه ساعه ويشيل البيشنت. استخدم توبيكال ايموليانت الصبح ما استخدمش حوالين الماوس ولا حوالين الاي. لو حصل اريتيشن عالي اوقف يومين وارجع استخدم تاني ما استخدموش الصبح يتعرض للشمس او يتعرض لاي حاجه تعمل له اريتيشن بعدها. دايما لو الموضوع سيفير قوي وقف خالص وديه توبيكال استيرويد. ممكن استخدمه في المينتنس على فكره مع البنزول بيروكسيد بعد كده تمام. وبستخدمه ككومباينيشن مع كل المونوسيرب. نكست يا رحمه next. طيب بنزويل بيروكسيد ذو باورفول انتي مايكروبيال وانتي انفلاماتوري وكوميدينوليتيك كمان ايجنت روعه وسيف في البريجننسي واللاكتيشن. بس مشكلته في الاريتيشن العالي بتاعه قوي وان هو بيصبغ الهدوم لو وقع عليها فبستخدمه بحرص جدا وهو حلو جدا كمان كمونو ثيرابي ساعات او مع توبيكال ريتينويد او مع السيستميك ثيرابي وكمان في المينترنس هو رائع الحقيقه. نيكست دكتور رحمن. اوكي نيكست. توبيكال انتي مايكروبيال زي الارسومايسين وكليندامايسين. توبيكال ازالايك اسيد هو لا نيكست خلاص. توبيكال ازالايك اسيد دي كربوكسيليك اسيد دريفاتيف هو كمان يعني هو كوميدينوليتيك وانتي انفلاماتوري وكمان كابليشنج ايجنت هو رائع وفي وسيف البريجننسي واللاكتيشن وممكن استخدمه كمان في المينتن سيرب اسد. حقيقة انا بحب جدا الزلايك اسد. نيكست دكتور رحمن. في بقى طبعا التوبيكال سلاسيليك والتوبيكال سلفا والتوبيكال دابسون مفهوم بس احنا بنتكلم باللي عندنا يعني. مانجنج الهايبر بيجمنتيشن في الاكني لا هنرجع معلش السلايد دي ثانيه بس. مانجنج الهايبر بيجمنتيشن ده مينيمايز اول حاجه قلل الاريتيشن يعني دايما يوزنج الايموليانت عشان تقلل الهايبر بيجمنتيشن. استخدم كريم اكتر من جيل. البنزويل بيروكسيد بستخدمه مع التوبيكال ريتينويد او استخدم توبيكال ازالايك اسيد بدل كان الاثنين كمينتنس ثيرابي تمام. ودايما الايرلي تريتمنت ده عشان اقلل الهايبر بيجمنتيشن بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن ممكن تحصل. مش نيكست دكتور احمد. الاورال انتي مايكروبيال عندنا كتير جدا جدا جدا. التترا سايكلينز بس الجي اي تي ابسيت والفوتو سنسيتيفيتي والمشاكل بتاعتها جدا. بدي الدوكسي سايكلين او التترا سايكلين دوكسي سايكل من 100 ل 200 ملي جرام اديها من مده شهر او شهر ونص. نيكست دكتور رحمن. نيكست كمان انا ممكن ادي خد بالك ادي الازيثروميسين بحبه جدا 250 افري اذر داي لمده 4 مانس او 3 ايام ويريح 4 ايام. الكليندامايسين ده بديه 300 ملي جرام توايس ديلي لمده اسبوعين او 3 اسابيع. شكل الجي اي تي ابسيت طبعا ومشاكل بقى الليفر لود والرينال انسلت يعني دي المشاكل اللي بتخوفنا من سيستميك وعاده انا هنا محدود من المايلد والمايلد تو مودريت
يعني مش اكتر من كده، مش هيحوق في السيفير اكني عاده يعني. تمام. المينو سايكل ما حبوش تماما لان هو اي نعم هو قوي جدا بس مشاكله رهيبه يعني، ده كفايه الاس ال اي لايك اكشن اللي بيعمله. نيكست دكتور احمد. نيكست. الحقيقه كل ما تستعمل توبيكال بنزويل بيروكسيد، عشان انا مش بحبه فيه بس هو من كتر ما هو افكتيف، كل ما تستخدمه كل ما بتاثر من طول المده بتاعه السيستميك انتي مايكروبيال اللي هي عاده بتبقى شهر على الاقل في المايلد اكني، والمايلد تو مودريت اكني من شهر ونص لشهرين، مده رهيبه جدا. فالبنزويل بيروكسيد ده اولا حلو جدا ديورنج الاكتيف تريتمنت، وبعد كده في المينتيننس هو رائع جدا مع التوبيكال ريتينويد اللي تستخدمه في المينتيننس، بس ما تستخدمش توبيكال انتي مايكروبيال. وخد بالك التوبيكال انتي مايكروبيال اللي تستخدمه في الاكتيف تريتمنت يكون زي السيستميك انتي مايكروبيال، وكل مره استخدم السيستميك انتي مايكروبيال اللي جاب نتيجه معاك ما تحاولش تبدل. وخد بالك السيستميك انتي مايكروبيال على الاقل عشان من اسابيع لشهر عشان تقول ان هو جاب نتيجه ولا ما جابش، فانت تخيل تدي شهر وفي الاخر تقول ما جابش نتيجه على عيان. عشان كده انا مش بانكرج بصراحه السيستميك انتي مايكروبيال في الاكني، بس انيهاو حاجه موجوده ولازم، لان في ايام مش هتعرف تدي ايزوتريتينوين فلازم تبقى عارف السيستميك انتي مايكروبيال. نيكست. فكل مره هيحصل فلير وهترجع ادي النوع اللي جاب نتيجه معاك. طيب الانتي اندروجين، امتى الانتي اندروجين؟ عيان ما استجابش الانتي مايكروبيال، عيان مش هينفع اديله ايزوتريتينوين، عيان عندها ليت اونست اندوكراينال اكني، عندها هايبر اندروجينيزم، هرمونال ثيرابي بتاخده لسبب او لاخر، يبقى هنا ده دور الانتي اندروجين. عندنا ايه في الانتي اندروجين؟ اورال كونترا. نيكست دكتور احمد. الاورال كونتراسيبتيف وده على راسها زي سيبرترون اسيتيت، تمام، في منتج معروف عندنا بناخده من 5 يوم في البيريود لحتى نهايه الشريط، وبعد كده راح 5 ايام ونكرر. ده سيبرترون اسيتيت، بس خد بالك من الدي في تي والامبوليزم. نيكست دكتور احمد. التروسبرينون برضو في منتج عندنا كويس قوي موجود في السوق بنديه 1 ملي جرام في اليوم، ودول اشهر حاجتين. الجي اي تي او الويت جين والثرومبوفليبايتس هي اشهر الكومبليكيشن، واصعبها هي البالمونري امبوليزم. ده في الاورال كونتراسيبتيف. الفلوتامايد حاجه رائعه جدا كنون ستيرويدال اندروجين ريسبتور بلوكر، وبيتاخد في المالجنسي على فكره، بيتاخد من 60 ملي جرام لحد 500 ملي جرام في الدقيقه. الكومبليكيشن بتاعته من ستيرويدال سايكل ريجولاريتيز. نيكست دكتور احمد. السبيرولاكتون حاجه كويسه رائعه جدا، بس ناخد بالنا من الهايبركاليميا بتاعته، بيبتدي من 50 ل 100 ملي جرام وديه قبل الفطار. لو العيان مش قادر يكومبلينس قبل الفطار بديه بعد الفطار. على فكره 50 زي 100 زي 200 مش الموضوع مش فارق قوي يعني، بس 50 في الجرعه بتطول. بقى كان في اسم مشهور في السوق واتمنع، وبقى في اسم تاني دلوقتي موجود. لما بتديه على فكره مع سيستميك انتي مايكروبيال حتى لو ما فيش هرمون البروبلم بيبقى كويس جدا. نيكست دكتور احمد. نيكست دكتور احمد. الايزوتريتينوين بقى الوحش بتاعنا اللي بيشتغل على كل حاجه، بيشتغل على السيبام اوفر برودكشن، بيشتغل على النورماليزيشن بتاع الدكتال هايبركورنيفيكيشن، بيشتغل على الانفلاماتوري بروسيس، اندايركت انتي مايكروبيال على البروبيرني بكتيريم اكني. يعني يجيب لي القصه كلها فروم اي تو زي، يعني هيشتغل على المايلد اكني والمودريت اكني والسيفير اكني والترانكل اكني، هيشتغل كمان على العيانين بقى اللي عندهم جرام نيجاتيف فوليكولايتس، لا اكني كونجليبت، لا العيانين كمان اللي عندهم بادي ديسمورفوبيا وعندهم او عندهم اكني اكسكريي ومش طايقين حياتهم مش طايقين الحبايه عاملاها ايش وفي حياتها جبار جدا. فهو هنا بقى الحاجه الفظيعه بتاعتنا هتكون الايزوتريتينوين، وهو الحل القطعي. انا بحبه جدا لما اكون فاهم الايزوتريتينوين كويس، هتلاقي ان اغلب كتاباتك هتبقى ايزوتريتينوين، وهيبقى الموضوع في صالح المريض وفي صالحك. الحقيقه كان الدوز الاوردينري القديمه خالص من نص الواحد ملي جرام لكل كيلو جرام، يعني لو واحد 60 كيلو بتدي له نص ملي جرام في اليوم لواحد ملي جرام في اليوم، يعني بتدي له من 30 ل 60 ملي جرام لو عنده 60 كيلو. الحقيقه كنا بنبتدي دايما بدوز اقل من نص عشان الفلير اللي بيحصل في الاول، فتدي له مثلا 10 او 20 ملي جرام اسبوعين ثلاثه وابتدي تعلي، او تدي له الفول دوز يعني تدي له مثلا النص او الواحد الدون له من الاول، وهنا حسب الكيس بتاعتك زي ما هقول دلوقتي. وبتقول له في الاول بس تدي له معاه سيستميك ستيرويد وانتي مايكروبيال ينفع معاه، يبقى اي حاجه غير تيترا سايكلين ودوكسي سايكلين تدي له كليندامايسين او تدي له ازيثروميسين.
وتدي له مثلا الاول على الربع مثلا او على 20 ملي جرام لحد مثلا نعدي فكره الانيشال فيلير. طب خلاص وصلت بديله الجرعه كامله بتاعته, هديله من 30 ل 60 ملي جرام. طب انت لو تديله 30 ملي جرام هو وزنه 60, في حاجه اسمها كيوميوليتيف دوز, يعني كل اللي ياخده, احنا بنتكلم عن الاوردينري دوز القديمه, كل اللي ياخده في حياته من 120 ل 150 ملي جرام بردي, وما ياخدش اكتر من كده. ده كان كلام قديم يعني في الكورس. فال 120 في 60 مثلا ادي 7200, المفروض هياخد 7200, وانت هتدي له 30 ملي جرام في اليوم اللي هو على الاوردينري دوز القديمه اللي هي من نص الواحد ملي جرام لكل كيلو جرام, يعني هتدي له الكورس على حوالي 8 شهور. لو انت هتديله على 1 ملي جرام كل يوم بس هيبقى فيكم سايد افكتس كتيره, هيديله الكورس في 4 شهور بس. طب الكلام ده بقى فيه كلام, وبعد كده قالك لا ده بقى في السيفير والترانكل والنودولار اكني مسموح لك تدي اب تو 2 ملي جرام لكل كيلو جرام, يعني وزنه 60 تدي له 120 في اليوم. ده لو سيفير وترانكل اكني والعيان متبهدل والنودولار اكني وفي سكارينج او زي عيين بتوع الاكني كونجلو بقى, بس الكومبليكيشن بتبقى اكتر قوي. تمام, والجرعه عندك كيوميوليتيف دوز اب 250 ملي جرام لكل كيلو جرام. طيب حلو جدا. رجع قال لك طيب هو مفيش حاجه في النص يعني؟ لا ده في حاجات في النص كتير قوي. عندنا اللو دوز ريجيمين والانترميديت دوز ريجيمين بقت حاجه جديده, او المودريت دوز ريجيمين. قال لك لا انا ممكن ادي من 0.1 ل 0.2 ملي جرام لكل كيلو جرام لمده 3 شهور في عيانين عندهم مايلد ومودريت اكني, يعني اديله من 10 ل 20 او 30 ملي جرام في اليوم بس بالكتير 3 شهور بس. هو ممكن يرد تاني والفريكوانسي الريبيتيشن بتاع الكورس هتزيد ممكن تديله مودريت دوز اللي هو من 20 ل 30 ملي جرام او لحد 40 ملي جرام لو هو وزنه كبير, وتديله 3 شهور بس. والفكره كلها ان انت هتشتغل هنا على ان مفيش كومبليكيشن كتيره, وتديه له وقت قليل, وهتكرر له ممكن تكرر له الدوز ثانيه يعني السنه الجايه. لا مش بس كده, ده في انترميتنت دوز اديله اسبوع من الشهر لمده 6 شهور او 8 شهور. مش بس كده, لا ده انا هديله يومين من الاسبوع, يعني كل اسبوع اديله يومين. ده في بقى انترميتنت دوزج, وفي الترناتيف داي افتر داي, كلها اتعملت او الناس اتكلمت فيها عشان استخدم ايزوفيتانويد من غير الكومبليكيشن بتاعت او سايد افكتس اللي بتخوف الدرماتولوجيست ان هم يكتبوه, وفي نفس الوقت عشان البيشنت يجين البنفيت. مفيش حاجه زي الاوردينري دوز او الهاي دوز في النتيجه, ولكن الحاجات دي بتديك نتائج ممكن تكون اقل ولكن هي كويسه البيشنت, خصوصا اللي بيحصل له نودولار اكني واللي خايف من الكومبليكيشن بتاعته. انت اكتر حاجه خايف منها الهايبركوليستيريميا, فبتشوف خصوصا عندهم جينيتك باك جراوند, بتشوف الليبيد بروفايل بتاعهم كبيز لاين, وكل شهرين مثلا السيرم كوليسترول تريجل سايد والجي جي تي لو جاما كلوتامين ترانسفيرز, ده انديكيتور للليفر اكشن. وكمان ممكن تدي له ايموليانت اوميجا عشان الزيروزس, تاخد بالك يدي انفازلين لشفايفه, ما يلبسش الكونتاكت لينس بتاعته, يشرب ميه كتير جدا عشان الزيروزيس اللي ممكن يحصل مع عيان الايزوس ماين. نيكست دكتور احمد, نيكست. انا كل اللي انا قلته خلاص, نيكست. اوكي, دايما في عيين البريجننس انا ما احبش اديه, واحده متجوزه ما احبش اديه الا لو جوزها مسافر عشان التراتوجينيست, انتوا عارفين, ويوقفوا بشهر قبل ما تتجوز, ده ما فيهوش كلام. والله لو هي بقى متجوزه وقافله معايا وحالتها متقندله فلازم تديها ايزوفيتانوين, يبقى على الاقل هتاخد, يبقى تحط اي دي وتاخد كمان حاجه تابلت عشان لا قدر الله لو حصل هينزل على طول البيشنت ما فيهوش هزار. نيكست دكتور احمد, نيكست. كل اللي احنا قلنا بقى الحاجات اللي هي ممكن يعملها معي. طيب حاجات بس مختلفه كده سريعه في التريتمنت بتاع الاكني, ايه الحاجات الفيزيكال اللي ممكن تستخدمها او سيرجيكال؟ الكوميدون اكستراكشن, تمام, انك تفتح على الكوميدون. حاكم احنا عندنا ده لاقيه عامل زي السمرين كده باين جزء من تحت, لكن ده فيلت بيترزن سين لانه بيبقى كله تحت, فلازم تفتح عليه وتعمل له بالكوتري وتعمل له اكستراكشن بالكوميدون اكستراكشن, تمام. وفي كمان الساند بيبر كوميدون, وده بيبقى رخم جدا جدا جدا, عندك هاندردز من الكوميدونز موجوده دايما في الفور هيد هنا وهنا في الاحسن, بتحاول تعمل كوميدون اكستراكشن بعد كده, او تعمل اول توبيكال ريتينويد بعد كده ساليسيليك اسيد بيل او جلايكوليك اسيد بيل بعد كده كوميدون اكستراكشن, وتدي له ايزوتريتينوين بقى في اخر مرحله خالص عشان البيشنت ما يحصلش تاني الكوميدون فورميشن. فدي حاجه بس عشان انا
اكني ده من ارخم الحاجات الكوميدونيك الاكني خصوصا الوايت هيدز سواء سابمارين او الساند بيبر كوميدونز. نيكست بروبلم الانتريجنال سترايت رايمز نقول عاده في النودولر اكني وبتحل يعني بيتحل في 1 ل 6 او 1 ل 8 حتى. وانا ما بحبش الحقيقه ان انا انجكت الاسترويد في الهايبرتروفيك اكني اوكي في الهايبرتروفيك اكني سكار, لكن في الاكني ليجن يعني او السيستيك اكني او يكون نوع سيستيك اكني اللي هو نودولر في الحقيقه ما بحبوش يعني. تمام طبعا الليزر لايت ال رقم واحد البلس دايليزر في الانفلاماتوري اكني تراس اكستنت بيتكلموا عن الفراكشنال هي يعني اجنس طبعا فراكشنال, لكن البلس داي في الانفلاماتوري اكني طبعا حاجه كويسه جدا بيساعد يعني هو والبلس دايليزر. كيميكال بيل طبعا انا ساعات بحب استخدم دايما في زي ما اقول لكم كوميدونيكال او مايلد انفلاماتوري اكني ان انا اعمل الاول ده بيساعد النتائج بتاعتي وبيدي ثقه للمريض لما تعمله جلايكوليك او ساراسيليك في الاول مع الكوميون اكستراكشن ده بيديله ثقه جدا. حاجه توبيكال استرويد الحقيقه ممكن تستخدمه في حالات السيفير نودولار اكني زي مثلا الكلوبيدازول دايبروبينات اندر اوكلوجن كمان في النودولار اكني مده 3 او 5 ايام ده بيساعد في النتائج بتاعتك وكمان بيعمل ريليف شويه للبيشنت عشان يكمل بقيه العلاج. نيكست فاهم نيكست انا قلناهم دول كله يعني الريكومنديشن الاخيره يعني انت مايلد اكني يبقى تستخدم توبيكال سواء بقى التوبيكال ادابالين او مثلا ازالايك اسيد وزينوي بنزول بيروكسيد كوميونيتيك وانتي انفلاماتوري زي البنزول بيروكسيد واستخدم معي مثلا شورت كورس انتي مايكروبيال. في المايلد تو مودريت هزود الدوز بتاعه الانتي مايكروبيال شويه واستخدم نفس الحاجات بتاعه التوبيكال. في السيفير نودولار اكني اورال ايزوتريتينوين مفيش نتيجه يبقى الانتي اندروجينز ماستيميك انتي مايكروبيال. الحقيقه انا بجوز ايزوتريتينوين فروم داي زيرو يعني على طول في الاكني, بس احنا بنقول الجايد لاينز اللي هي بس هو مش عيب ابدا وده مكتوب ان انا ادي ايزوتراين الكوميدونيكال اكني فروم داي زيرو ده مفيش اي مشكله, بس احنا بنقول الستيب باي ستيب يعني للي مش عايز يكتب ايزوتراين من الاول لا والله ان انت ممكن تدي انتي مايكروبيال شورت كورس وفي المايلد وفي المودريت بدي انترميديت كورس وفي السيفير بدي لونج كورس ممكن ادي والدابسون طبعا كانتي نيتروفيليك دراج هو كويس جدا في النودولار اكني بنجيب نتائج معقوله جدا جدا بس الكومبليكيشن بتاعته اللي بتبقى رخمه شويه. نيكست دكتور احمد فالنودولار اكني طبعا زي ما حضراتكم عارفين او كونجلوبات ايزوتريز 9 هو المين والانتي اندروجين والسيستميك انتي مايكروبيال كايدنج معاه. نيكست اوكي انا متشكر جدا لحضراتكم طولت جدا جدا والله متاسف, بس هي انا يعني كنت عايز اقول كل حاجه فانا متاسف ان انا طولت جدا وسعدت بحضراتكم جدا ويعني واعذروني والله انا يعني كنت بحاول اجري على قد ما اقدر وان شاء الله المره الجايه اكون مظبوطه في الوقت عن كده. الحقيقه استمتعت بالوجود مع حضراتكم وميرسي ليكم وميرسي يا دكتور احمد. طبعا يا دكتور مصطفى احنا متفاهمين.